طبعا هنا عندي فكرة، طبعا ما نفع معاي الإي ولا تنفع معاي اللوك لأن عندي اثنينهم أس، ولا تنفع معاي إني أساوي الأساس. طيب وش الطريقة اللي ألجأ لها؟ هي إني أجيب اللين للطرفين. جبت اللين للطرفين بعد ما أوجدت اللين، من خصائص اللين إن إذا عندي أس أنزله. هنا نزلت الأساس الأس عفوا. بعد ما نزلت الأس وزعت الإكس على اللين خمسة والواحد على اللين خمسة ونزلت معاي. طيب أنا مش أبغى الإكس صح؟ راح وش سوى لي هنا؟ ماينس لين إكس. طيب جاب لي هذا اللي فيه إكس في طرف، اللي فيهم عوامل x في طرف والبقية في طرف آخر. طيب بعد ما جبت اللي فيهم x في طرف، سحبت ال x كعامل مشترك، مش هذا المطلوب اللي أبغاه، سحبته كعامل مشترك وبقى لي هذا. طيب هذا أنا ما أبغاه، لازم أتخلص مع كل شيء مع ال x، فنقلتها للطرف الآخر بالقسمة. بعد ما نقلتها طلع معاي إن ال x تساوي لي كذا كذا كذا، أدخلها في الآلة الحاسبة تطلع معاي الناتج. هنا عندي E أس ولكن عندي E مكررة، مش ينفع معاي إني أفكك هذه إلى قوسين. طيب فككتها، أول عفوا سويتها E أس X الكل تربيع عشان أقدر أفككها إلى قوسين. طيب فككتها إلى قوس أول وقوس آخر وساويتها بالصفر، وقلت إما الـ E أس X تساوي لي 5 وإما الـ E أس X تساوي لي 1. طيب رحت جبت اللين للطرفين، لين الـ E أس X تساوي لي لين الخمسة، أور لين الـ E أس X تساوي لي لين 1. طيب هنا قلت إما الـ X تساوي لي لين 5 وإما الـ X تساوي لي الصفر. طيب فبما معنى هي السوليوشن سيت 0 واللين 5. هنا نفس الطريقة لأن عندي هنا تربيع فراح تفكك إلى قوسين، تحل بنفس طريقة هذا المثال. بالنسبة للبار 2 يعيد علي اللوغاريتم إيكويشن، يقول لي أن لوج الناتج للأساس يعطيني الأس equivalence to x equal 2s4 تعطيني 16. يذكرني أن اللوغاريتم متكافئة مع الدالة الأسية. طيب هنا يعيد ان ال 1 to 1 property بحيث ان الاساس اكبر من الصفر such that ان ال b لا تساوي لي الواحد، هي log ال x للاساس b تساوي لي log ال b log ال y للاساس b if and only if ان ال x تساوي لي ال y، مش لما يكون عندي متساوية الاسس تتساوى، لما تتساوى الاساس تتساوى الاسس. طيب هنا الانفرس بروبرتيز لما البي اكبر من الصفر والبي لا تساوي لي الواحد، لما يكون عندي بي اس لوج الاكس للبي تروح اللوج البي مع البي تبقى لي الاكس بشرط ان الاكس اكبر من الصفر. هنا يعيد علي خصائص اللوغاريتم، لما يكون عندي دالتين مجموعتين فهي اقدر اقول عنها انها لوج مضروبين الاكس ماينس 3 في الاكس نفس ما هو كاتب لي. طيب هنا لأن عندي لوك ولوك فحذفتهم، إكس وإكس وزعت طلعت معي من الدرجة الثانية، فككت إلى أقواس وطلعت معي حلول. طيب كيف أتأكد منهم؟ أروح أعوض في المعادلة الأساسية. هنا يقول لي لما عوضت المعادلة الأساسية طلعت معي إن الماينس 1 هي undefined so إن الحل فقط 4. هنا برضو لما كانت بالماينس قلبتها إلى قسمة، لما قلبتها إلى قسمة حذفت اللوك واو فطلعت قيمة الإكس. طيب هنا مثبت لي الفكرة كأمثلة. طيب هنا يقول لي عندي لن الاثنين زائد لن الإكس لن الثلاثة على اثنين ماينس الإكس. طيب هنا يقول لي مش هي جم والجم تتحول إلى ضرب. طيب نزلت اللن حطيت الأول اثنين ضرب الثاني ثلاثة على اثنين ماينس إكس تساوي لي لن ماينس
هنا ليش حرك لي الاثنين رجعها الى اس؟ مش احنا بنخصها اصل، لن ان اذا كان عندي مضروب احوله الى اس، واذا كان عندي مجموع احوله الى ضرب، اذا كان عندي مطروح احوله الى قسمه. طيب هنا حولها الى اس. طيب بعدها حذف لي اللن مع اللن، وزع لي الاثنين على القوس، بقيت معاي هذه المعادلة. نقل لي الاكس تربيع الى الطرف الاخر، تكونت معاي هذه المعادلة وتساوت بالصفر. حللتها الى قوسين وطلعت اما الاكس تساوي لي ماينس 3 واما الاكس تساوي لي 1. هنا يقول لي اني لازم اتأكد، هنا يقول لي تشيك. كيف اتأكد؟ مش انا طلعت اما ماينس 3 واما 1. طيب اجرب، هنا يقول لي اخذت ان الاكس ب 1، جيت عوضت في المعادلة، شلت كل اكس ووضعت ال 1، طلعت معاي ان الماينس 1 undefined. مجرد اني اشوف undefined او تعطيني في الآلة error، بما معناها راح تحذف مش معاي. طيب لما جربت بالاكس ما تساوي لي ماينس 3، وجيت عوضت في نفس المعادلة كل اكس عوضت بماينس 3 مع مراعاة الإشارة، طلعت معاي انها 2 لن 3، بما معناها solution set فقط الماينس 3، ال 1 هي undefined. هنا برضو عندي log حاصل جمع، لأنها حاصل جمع راح تتحول إلى ضرب ال x في ال x plus 3، فراح جمعها إلي log ال x في ال x plus 3. بعدها حذف لي ال log، قال لي إن خليت هنا في هذا الطرف 10 من الخصائص اللي عندي قبل. طيب هنا وزع لي الاكس على القوس، طلعت معاي اكس تربيع ماينس 3 اكس. بعدها نقلت العشرة للطرف الاخر بالماينس، طلعت معاي المعادلة من الدرجة الثانية تحلل الى قوسين. لما حللتها الى قوسين طلعت معاي اما الاكس تساوي لي ماينس 5 واما الاكس تساوي لي. ارجع اعيد، مش شرط ان هذا الحل، لازم اتأكد من المعادلة، اعوض في نفس المعادلة بعدها أقدر أقول هذه الحلول أو لا. طيب هنا التشيك، اختار لي الإكس بالماينس 5، شال لي كل إكس وحط ماينس 5، طلعت معاي إن اللين ماينس 5 undefined. طيب أجي أعوض بالإكس تساوي لي 2، عوضت بالإكس تساوي 2، طلعت معاي 1، فمعناها فقط إن الإكس تساوي 2 هي الناتج، solution set is مجموعة الحل 2.